وللحديث عن تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا والإجراءات الغربية ضد موسكو مع تصاعد المقاومة الشعبية تزامنا مع الإعلان عن مفاوضات، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث في العلاقات الدولية السيد هشام منور، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. أولا سيد هشام، كيف تقرأ تطورات الأحداث والمستجدات ولا سيما المفاوضات التي كانت صعبة جدا كما وصفها الوفد الأوكراني؟ تحياتي بداية لك وللسادة المشاهدين. بطبيعة الأحوال ما يجري حاليا في العالم بأسره هو محاولة من الكل للاقتراب من إشعال حرب عالمية ثالثة. كل المؤشرات والدلائل تشير إلى أننا نقترب رويدا رويدا من تكرار سيناريو الحروب العالمية التي جرت الويلات على كل أنحاء العالم. الآن أوكرانيا بديلا عن بولندا التي تم خذلها من قبل المجتمع الدولي وتحديدا فرنسا وبريطانيا في ذلك الوقت، فقام هتلر بغزوها من جهة وقام الاتحاد السوفيتي حينها بغزوها من الجهة الأخرى واقتسامها بينهما. أما الآن فما نجده هو محاولة لتجييش كل الفرقاء والتعبئة العامة في كل البلدان بعد قيام روسيا بشن الحرب على أوكرانيا. تحاول أوكرانيا الصمود إلى أكبر قدر ممكن، تحاول توظيف حتى المفاوضات التي جرت على الحدود البيلاروسية الأوكرانية لتنظيم صفوفها، لتنظيم الدفاع عن كييف وتقويته في وجه ميليشيات فاغنر والقوات الروسية. الآن روسيا أرسلت أكثر من 400 جندي قوات فاغنر إلى كييف في محاولة لاقتحامها والسيطرة على المباني الحكومية والقبض على الحكومة الأوكرانية ورئيسها فلوديمير زيلينسكي، كل ذلك في محاولة لتسريع وتيرة الحرب وإنهائها بأسرع وقت ممكن وعدم انتظار مزيد من العقوبات الدولية التي تفرض عليها رويدا. الآن روسيا إذا ما استعصت عليها أوكرانيا، إذا ما استعصت عليها في مواجهة المقاومة الشرسة التي يقوم بها الجيش الأوكراني ومن ورائه طبعا هو الاتحاد الأوروبي وحزب الناتو التي يقومون بإمدادها بمزيد من المساعدات الإنسانية كما يقولون وكذلك المساعدات العسكرية والأسلحة، إذا ما طالت هذه المدة وربما يلجأ بوتين إلى تغيير تكتيكاته فيما يتعلق تمام. هذا هو السؤال سيد هشام. أولا مرور 5 أيام على الحرب الدائرة الآن وعدم تحقيق، لا أعرف إذا كانت روسيا حققت ما تصبو إليه من هذا الغزو أو هذا الهجوم أم لا حتى هذه اللحظة، وكيف تبدو سير عملياتها ومخططاتها، لكن هل استمرار الأزمة في صالح أوكرانيا أم في صالح روسيا؟ لا أعتقد أن استمرار الأزمة في صالح أحد. كلما زادت الأزمة تعقيدا كلما غصنا أكثر في مستنقع، هذه المرة ليس مستنقعا إقليميا أو محليا أو حتى شبه إقليمي، هذا مستنقع سوف يكون دوليا. هناك كثير من الأطراف الدولية باتت متورطة، سواء الاتحاد الأوروبي، سواء حلف الناتو، سواء الولايات المتحدة، ومن الطرف الآخر روسيا ومن يواليها. هذا المستنقع كلما غصنا فيه أكثر سوف يقربنا من موعد إطلاق شرارة الحرب العالمية الثالثة، وسوف يتم استخدام أسلحة نوعية لم يتم استخدامها فيما سبق. كلنا يدري أن الكرملين أوعز إلى قوة الردع الاستراتيجي بالتأهب إلى أقصى درجات. نعم. القيام بهجمات صاروخية نووية، وكان بوتين قد كرر أكثر من مرة بأن أي دولة سوف تقوم بالتدخل في ذلك، أي دولة تقوم بمساعدة أوكرانيا في صد الهجوم الروسي سوف تنال هجوما أو عقوبة لا مثيل لها في التاريخ ملوحا بالسلاح النووي. إذا بطبيعة الأحوال روسيا تدرك، كانت تأمل أن تنهي هذه المغامرة في أيام معدودة، لكن هي تدرك تماما أن دولة بحجم أوكرانيا لا يمكن ابتلاعها في بضعة أيام، هناك حاجة كبيرة لمزيد من الوقت، ولذلك تخبط قواتها الآن لمحاصرة كييف. هي تقوم بإرسال ميليشيات مختصة لاقتحام كييف والقيام بعمليات تحريبية ليلا ونهارا لإضعاف أوكرانيا وإجبارها على الرضوخ والاستسلام بأسرع وقت ممكن. ما الذي تريده روسيا تحديدا، ولا سيما أن الأمور بدت الآن أكثر وضوحا
من ناحية المواقف، سواء الموقف الأمريكي أو المواقف الأوروبية بدت أكثر وضوحاً الآن. هناك دول ستبدأ بالدعم العسكري وبأسلحة نوعية قد تساعد أوكرانيا أكثر على الصمود وعلى إلحاق خسائر كبيرة بروسيا، وهذا ربما ما دفع الرئيس الروسي إلى إعلان استخدام السلاح النووي أو التهديد به. روسيا تشعر منذ عام 2021 بأنها لم يتم تلبية مطالبها الأمنية فيما يتعلق بتوسع حلف الناتو شرقا والاقتراب من حديقتها الخلفية في أوكرانيا. طالبت مرارا وتكرارا حلف الناتو بعدم التوسع شرقا، وخاصة أوكرانيا التي لديها حدود مشاركة معها. طالبت مرارا بعدم نشر صواريخ متوسطة المدى وقواعد عسكرية لحلف الناتو في دول شرق أوروبا التي تعتبرها أفلاكا دائرة في مجرتها. طالبت مرارا وتكرارا بعدم استفزازها من قبل حلف الناتو، لكن الأخير كان يصر على ما يبدو على تعزيز وجوده في هذه الدول حماية لها كما يقول من أي غزو روسي. روسيا كانت تطالب بضمانات أمنية لعدم توسيع حلف الناتو، عدم الاقتراب من حدودها، وكانت تقول عليكم أن تعاملوني كدولة عظمى لديها احتياجات أمنية ولكم وعليكم أن تتفهموها. على سبيل المثال، لا يمكن لدولة عظمى بحجم روسيا أن تقبل بوجود قواعد وقوات لحلف عقيدته الأساسية هو مواجهتها. على سبيل المثال، هل يمكن لكندا وهي دولة مجاورة للولايات المتحدة أن تطلب من الصين فرضا أن تقوم بوضع قوات أو إنشاء بناء قواعد؟ على ما تفضلت به سيد هشام، بناء على ما تفضلت به تماما، يعتقد المراقبون أن هذه الأزمة ستنتج نتائج ما ستكون على درجة كبيرة من الأهمية تبعا للظروف التي تفضلت بها الآن، إما أن يعني تطبق أو تنفذ روسيا إرادتها التي تريدها، وخاصة في موضوع أوكرانيا وإبعادها من حلف الناتو أو إبعاد أي وجود عسكري أو غير عسكري للغرب وأمريكا، أو إرادة الغرب وأمريكا في هذه الأزمة. لا أعرف إذا كان الوقت مبكرا أم لا للسؤال عن النتائج المرتقبة، لكن هل هناك ملامح ما لهذا الملف وهذا الصراع لإنهائه بطريقة ما؟ لدينا هنا فريقان. الفريق الأول يهدد باستخدام القوة أو هدد باستخدام القوة وهو روسيا، واستعملها في لاحقا في غزو أوكرانيا. وفريق آخر كان ولا يزال يقول بأنه لا يريد اللجوء إلى القوة العسكرية، طبعا لا يريد المواجهة العسكرية ولن يرسل أي قوات إلى أوكرانيا للدفاع عنها. إذن نحن هنا أمام فريقين، واحد منهما جاهز ومستعد للمغامرة بكل ما يملك من سلاح، بكل ما يملك من جيوش، بكل ما يملك من نقود لتحقيق مآربه، وفريق آخر يقوم بحشد التأييد الدولي بدعم صمود أوكرانيا في كأبعد تقدير، كأحسن تقدير، ويكتفي بإرسال المساعدات العسكرية. إذا استمر الوضع على ما هو عليه ولم ينل أي فريق من الطرفين مراده ومآربه في هذه الحرب التي تبدو عبثية للوهلة الأولى ولكنها عبارة عن معركة كسر عظم بين الفريقين، إذا استمرت فترة أطول فربما تلجأ روسيا مع زيادة العقوبات الدولية واستمرارها وتصاعدها ومحاولة عزلها عن النظام العالمي إلى كسر هذا الطوق عن طريق استهداف دولة مجاورة لأوكرانيا وإجبار حلف الناتو على خوض هذه الحرب. ماذا سوف يكون موقف حلف الناتو إذا ما تم استهداف على سبيل المثال بولندا أو سلوفاكيا؟ وتبقى كل السيناريوهات مفتوحة بلا شك. أستاذ هشام منور، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا لك.